كتاب يعتبر من نوادر الكتب وأكرمها، ويعد من أمهات كتب الأدب العربي. قسم إلى أبواب حمل كل منها اسم حجر كريم، جاء رشيق اللفظ موجزاً في نصوصه، اختار النوادر العجيبة التي تتضمن مغزاً أخلاقياً وعبرة. ألفه ابن عبد ربه الأندلسي كتاب العقد الفريد. يعد كتاب العقد الفريد لمؤلفه ابن عبد ربه أحمد بن محمد الأندلسي المتوفى سنة 328 للهجرة من أهم نوادر الكتب وأكرمها، ويعد من أمهات كتب الأدب العربي. ويقول ابن عبد ربه أن السبب في اختيار اسم الكتاب العقد الفريد وذلك لما فيه من مختلف جواهر الكلام مع دقة السبك وحسن النظام، وجزأه على 25 كتاباً، كل كتاب منها جزءان، فتلك 50 جزءاً في 25 كتاباً، وقد انفرد كل كتاب منها باسم جوهرة من جواهر العقد. قسم أبوابه وأجزاؤه إلى اسم حجر كريم كالزبرجدة والمرجانة والياقوتة والجمانة واللؤلؤة، ويضم في طياته عدداً من الأخبار والأمثال والحكم والمواعظ والأشعار. كتب المؤلف كتابه متبعاً منهجاً علمياً سديداً يعتمد على الترتيب المنطقي المنظم للأفكار والموضوعات، وجعلها في باب واحد. والحقيقة أن هذا المنهج الذي اتبعه قد جنبه الوقوع في عيب التكرار، وهو نهج كتب سبقته مثل البيان والتبيين وعيون الأخبار والكامل. يتميز كتاب العقد الفريد بتخليه عن النهج السائد في الرواية كما كان في الكتب السابقة، حيث أورد الأخبار إلى قائلها، كما اهتم بالقيمة الأدبية والأثر الجمالي الذي يتركه في القارئ. ارتكز نهج الاختصار في القول، واختياره من النصوص ما كان موجزاً رشيق اللفظ أيضاً. ابتعد عن الأخبار العادية والقصص المرسلة، فاختار النوادر العجيبة التي تتضمن مغزاً أخلاقياً وعبرة. يمثل الكتاب أهمية كبيرة في ميدان الأدب والثقافة، لأنه يمثل موسوعة ضخمة في الثقافة العربية تكاد تكون مكتملة الحلقات من الأخبار والنصوص الأدبية، وهو أول كتاب في الأندلس من حيث الإفاضة والشمول والتنوع وكثرة التمثل عن أدب المشارقة، كما يعد أيضاً مصدراً مهماً لمن يريد معرفة حياة قدماء العرب من النواحي الأدبية والاجتماعية والسياسية وغيرها. تميز بأسلوبه اللافت في الاستشهاد وفي عرض المادة العلمية بأسلوب أدبي جيد، فصاغ لنا تحفة بقيت مصقولة تشع وتلمع بجمالها الثري، تنبئ في كل مرة يقرأ فيها كتاب العقد الفريد عن فصاحة أديب بارع.